من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف باب أن الواجب على الناس بعدما يقضون مناسكهم أن يأتوا الإمام فيسألونه عن معالم دينهم ويعلمونهم ولايتهم ومودتهم. حاصل أحاديث هذا الباب هو أن العبادات مشترطة في قبولها وفي صحتها بولايتهم عليهم الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي روته العامه والخاصه يقول رسول الله صلى الله عليه واله من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه او من مات وليس في عنقه بيعه لامام مات ميته جاهليه الميتة الجاهلية هي ميتة كفر ونفاق، والكافر والمنافق حتى إذا كان ظاهره الإسلام عمله غير مقبول، عمله غير صحيح، عمله باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. فالذي لا يعرف إمام زمانه عبادته غير صحيحة، غير مقبولة، ومن ذلك إذا ذهب إلى الحج، وكانت عقيدته غير سليمة، فحجه غير صحيح، أهل الجاهلية كانوا يحجون يذهبون إلى الحج، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سن سننًا، فبقيت بعض هذه السنن في ذريته، فمن تلك السنن الحج، ولم يحرفوا في الحج كثيرًا، لذا كثير من أعمالهم كانت مطابقة. لسنة ابراهيم، لكنهم كانوا مشركين فحجهم كان باطلا. سائر عباداتهم كانت باطلة، لأن المشرك أعماله غير مقبولة ويحبطه الله ويحبطها الله سبحانه وتعالى. وهكذا من أسلم من غير ولايتهم. هل حجهم في الجاهلية كان صحيحا لا، هسه واحد يقول يعبدون الله سبحانه وتعالى، يلبسون الاحرام، ويطوفون حول البيت، ويذهبون إلى عرفات، فلماذا يكون حجا باطلا؟ الجواب لأنه عمل من غير شروطه، وإذا واحد عمل العمل من غير شروطه غير مقبول حتى العقلاء هكذا إذا أنت جبت بناء إلى بيتك واشترطت في بنائه شروطا خالف تلك الشروط أنت تقدر تآخذه ولا تدفع إلى الأجرة بل تأمره بأن يهدم ما بناه وأن ينقضه تقول لأني هذا الشيء ما منك هو يقول أنا تعبت وأني بنيت واستعملت مثلا مواد إنشائية في البناء نقول له بالطريقة اللي إحنا كنا نريدها ما سوته أنت فلذا لا تستحق أجرا بل عليك الوزر لازم تنقض لازم تنقض ما بنيته وعلى النقض هم لا تستحق شيئا وهكذا من أسلم وكان منافقا أو أسلم ولم يكن منافقا لكن عمله لم يكن بالطريقة الصحيحة، يعني إذا واحد صلى بعكس اتجاه القبلة حتى إذا كان جاهل، يعني ظهر إلى الكعبة، هذه صلاته باطلة، لماذا صلاته باطلة؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أمر بالتوجه إلى الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني شطر المسجد الحرام باتجاه القبلة فإذا صلى بعكس اتجاه القبلة صلاته باطلة حتى إذا كان معذورا في جهله إذا هو معذور في جهله صلاته باطلة نعم لا يعاقب لانه كان معذورا لكن صلاته باطلة لا يستحق عليها اجره لان الله وعد الاجر على العمل الصالح الصحيح زين فاذا الله سبحانه وتعالى اشترط في صحه الاعمال ولايه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فمن دون ولايتهم العمل غير صحيح، غير مقبول. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام نظر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال: هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية. الجاهليون أيضا كانوا يطوفون هكذا. إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا الينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم، ثم قرأ هذه الآية: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الغراض من الطواف عبادة الله بشكل صحيح، والله سبحانه وتعالى اشترط ولايتهم. ابراهيم عليه السلام حينما جاء باسماعيل الى مكه ماذا قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع في ذاك الزمان مكه لم يكن بها زرع عند بيتك المحرم لماذا ربنا ليقيموا الصلاح يعني الغرض من اسكانهم بدل الشام اللي هي الارض المباركة بطيب مائها وهوائها واشجارها وثمارها جاء بهم الى مكة لا يوجد فيها ماء الا بئر زمزم وهو مالح مج لا يوجد فيها زرع لكن لان هنا كان بيت الله المحرم ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد احياء هذا البيت ربنا ليقيموا الصلاه ثم ماذا قال؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني إلى هذه الذرية، هل المراد مطلق الذرية؟ يعني حتى أبو جهل مثلا، حتى أبو لهب، حتى عتبة، حتى شيبة من الكفار هل المراد من الذرية هؤلاء؟ يعني قلوب الناس تهوي إلى هؤلاء؟ كلا. المراد منهم صفوة الذرية وهم محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما قال إليها ما قال إليه، إليهم إلى هؤلاء الذرية الصفوة من الذرية، فإذا روح الحج عبادة الله سبحانه وتعالى بشروطه الذي من التي من تلك الشروط ولاية محمد وال محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. الحديث الاخر الثاني عن ابي عبيده قال سمعت ابا جعفر عليه السلام الامام الباقر وراى الناس بمكة وما يعملون. بعض الاعمال غير مناسبه انت جاي للعباده الله سبحانه وتعالى ناظر اليك لازم تكون مؤدب لازم تراعي حضره الرب سبحانه وتعالى وانت في بيته الان بعض الناس ياتون يزدحمون عند الحجر الأسود، يتعاركون، والتدافع موجود، وما إلى ذلك من بعض الأشخاص، اللي واحد رايح للحج قد رأى هذه الأمور، هذه بعضها أمور لا تليق، استلام الحجر مستحب، تقدر تستلمه استلمه. بتقدر تستلمه من بعيد اشر اليه وكن في خضوع وخشوع واحد من الاصدقاء نقل يقول عندما اني اطوف في ايام الحج في شده الزحام اصلا همي فقط ان اخلص الطواف ليش؟ لكثره ما اكون من التدافع من البعض هسه الاكثر لا ملتزمون بالآداب مشغولين بالدعاء بالبكاء بالابتهال بسكينة ووقار وهدوء لكن أكو هناك بعض الناس هناك بعض الناس لا يتدافعون هسه قدامك واحد ليش تدفعه انتظر شوية هسه طوافك بدال ما يطول نص ساعة خلي يطول ثلاثة أربع ساعة مثلا أنت في عبادة يقول من كثرة ما فيه من البعض من التدافع ويدوس رجلك ويدفعك ويضغط عليك تريد تتخلص اصلا ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ورأى الناس بمكه وما يعملون فقال فعال كفعال الجاهليه هسه اذا تزاحم اذا تدافع احيانا واحد يسب الثاني يتعارك ويا الثاني. هذه فعال جاهليه. وحتى اللي لا يفعل هذه الافعال وانما يطوف لكن من دون شروط الطواف هذا كالجاهليه، الجاهليه ايضا كانوا يطوفون. فعال كفعال الجاهليه، اما والله ما امروا بهذا بهذه الطريقه. وما امروا الا ان يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. الآية الشريفة ماذا تقول في سورة الحج؟ "ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق". هذه الآية فيها تفسير وفيها تأويل. أما التفسير ثم ليقضوا تفثهم اتفث شنو هو الوسخ يعني ليزيلوا اوساخهم لان الانسان حينما يحل من الاحرام يحلق شعره او يقص ظفره استعمل الطيب لان هذه محرمات في الاحرام مجموعه من الامور يستحم يزيل الاوساخ عن جسمه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم إذا عنده نذر في أن يذبح ذبيحة صغير الهدي الواجب يذبح ذبيحة أو علي كفارة مثلا أو ناذر نذر وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق في الروايات هذا الطواف طواف النساء، لأنه الحاج واحد يُحرم في مكة، أو في المسجد الحرام، أو في مكة القديمة، ثم يذهب إلى عرفات، ثم المشعر، ثم أعمال منى من الرامي والحادي. لمن كان في حج التمتع او حج القران. ثم الحلق او التقصير. ثم طواف الزياره وركعتا طواف الزياره، ثم طواف ثم السعي بين الصفا والمروه. ثم طواف النساء. هذه الايه في بعض الروايات وليطوفوا بالبيت العتيق اشاره الى طواف النساء على كل حال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق هذا تفسير الايه واما تاويل الايه قضاء التفث بلقاء الامام لانه كما اكو اوساخ على جسم الانسان قد تكون هناك اوساخ على روح الانسان، على قلب الانسان، سواد على قلب الانسان. فبلقاء الامام عليه السلام الانسان يزيل الاوساخ المعنويه من العقائد الباطله والاراء الكاسده والجهل والضلال وما الى ذلك. كثير من الاحيان الانسان عنده تصور خاطئ. يلتقي بالامام، الامام يبين له ان تصوره خاطئ. حتى بعض اصحاب الائمه في البدايه لم يكونوا من اتباع الائمه، كانوا من اتباع سائر المذاهب. ثم الله سبحانه وتعالى هداهم الى ولايه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. فبعض العقائد الفاسده اللي كان عندهم من قبل اهتدائهم، هذه كانت معهم غافلين عن انها عقائد باطله، فعندما يلتقون بالامام، الامام يبين لهم، او حينما يسالونه، الامام يبين لهم، <applause> مثلا زراره وهو من اجلاء اصحاب الائمه عليهم الصلاه والسلام، هذا كان من العامه، من ابناء العامه، ثم اهتدى في بعض مسائل الاصول والفروع، هذه كان عقيد عقيدة عقيدة العامة بعد ذلك بالتدريج كان يسأل الإمام الصادق أو الإمام الباقر عليهم السلام فيبينون له الحق وكذلك هشام ابن الحكم وكذلك هشام ابن سالم هشام ابن الحكم من أجل أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذا كان من أتباع بعض المنحرفين وكان جلدا وقويا في المجادلة حتى أن خاله حينما جاء به إلى الإمام الصادق كان يخاف أن يجيب عند الإمام ليش لأنه كان لسانه أحد من السيف خاف أنه يتكلم بكلام يكون إهانة للإمام عليه الصلاة والسلام الإمام قال له جيبه فالإمام تكلم معه فاهتدى وطول إلى أن الإمام بالتدريج يبين له العقائد الحق مثلا كان يعتقد بالتجسيم لأنه كان من أصحاب الجهم بن صفوان هذا كان من المجسمة يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى جسم تعالى الله عن ذلك فالإمام عليه الصلاة والسلام بيّن له أن, الل أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم الله خالق الأجسام الجسم مادة الله سبحانه وتعالى يتعالى عن المادة على كل حال عندما تلتقي بالامام، الامام يبين لك الاوساخ المعنوية يزيلها عنك، طبعا كثير من الاحيان مو في جلسة واحدة ولا في يوم واحد ولا في سنة واحدة، احيانا كان يطول سنوات، الحديث الثالث من احاديث هذا الباب عن سدير او سدير قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج يعني داخل إلى المسجد الحرام وأنا خارج من المسجد الحرام وأخذ بيدي ثم استقبل البيت الإمام داخل وأنا خارج يعني الإمام وجهه بطرف الكعبة وأنا ظهري بطرف الكعبة فأخذ يدي ووجهني باتجاه الكعبة لأنه أحياناً السماع إذا اقترن بالرؤية يكون تأثيره أكثر الصوت والصورة تسمع شيء أو تسمع وتشوف هذا يكون تأثيره أكثر وبقاء في الذهن أكثر فقال يا سدير أو يا سدير إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا. وهو قول الله: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم اومأ بيده الى صدره: إلى ولايتنا. ثم قال: يا سدير او يا سدير فأريك الصادين عن دين الله. ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان. وهم حلق في المسجد، فقال هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين. إن هؤلاء الأخباث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله، حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه واله. الإمام الباقر يبين انه العباده في الحج الاعمال صوره مظهر هذا المظهر الى مخبر اذا لم يكن المظهر مع المخبر فلا فائده فيه يعني مثلا اللي يصلي يصلي برياء او يصلي باخلاص ظاهر الصلاه واحده بل يمكن المرائي ظاهر صلاته أجمل الله أمر بأن تصلي تكبر تقرأ الحام سوره تركع تسجد تتشهد تسلم هذه أمر الله بها لكن أمر أيضا بأن تكون هذه الصورة بإخلاص مو برياء لو كانت في رياء نفس هاي الصوره تصير نار جهنم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طبعا مو صحيح واحد يقول انه مو المهم الصوره الاعمال المهم قلبك، لا هذا كلام خاطئ. الانسان لازم يصلي يعني يكبر يقرا الحمد السوره يركع يسجد يتشاهد يسلم ركعتين ثلاث ركعات اربع ركعات حسب الصلوات المختلفه هذا المظهر لابد ان يكون لكن لازم يقترن مع المخبر مظهر بدون مخبر ما يفيد قلب بدون عمل ما يفيد يقول انا قلبي نظيف إذا قلبك نظيف لازم تصلي. إذا قلبها نظيف لازم تتحجب. شلون قلبه نظيف وهو يعصي الله سبحانه وتعالى؟ هذا يصير قلبه نظيف ويعصي الله؟ الله يقول له صلي يقول أنا ما أصلي مو مهم قلبي نظيف تجاه الناس. لا يمكن أن يكون القلب نظيفا إلا بطاعة الله وترك معصيته. هذا مثلنا له في بعض الحلقات. مثل واحد يخالف قانون السير والشرطة يوقفونه يريدون يغرمون يقول ليش تغرموني آه آني قلبي بالنسبة إلى سائر السواق نظيف أحبهم أريد خيرهم يقولوا له قلبك يكون نظيف زين لازم القانون متراعي السرعة والإشارة وكذا كذا لازم تراعيها ما تراعيها أنت تغرم الحج مظهر ومخبر المظهر الطواف المظهر الوقوف في عرفات الوقوف في المشعر أعمال منا السعي صلاة الطواف هذه مظهر الحج ومخبر الحج الإخلاص لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بأخذ الدين عن محمد صلى الله عليه واله رسول الله، ومن بعده عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وولايتهم ومحبتهم أيضاً تكون في القلب، فقال يا سدير أو يا سدير إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون يقول امروا ان يأتوا هذه الاحجار الكعبه حجر الحجر لا يضر ولا ينفع لكن هذا الحجر الذي لا يضر ولا ينفع امرك الله سبحانه وتعالى ان تطوف حوله وان تجعله قبلتك في الصلاه تسجد وهذا الحجر امامك هسه واحد يجي يقول شنو فرقك عن المشركين؟ المشرك يخلي يخلي صنم امامه يسجد اله وانت تخلي الكعبه امامك وتسجد. نقول الفرق ذاك يسجد للصنم ونحن نسجد لله. لكن الكعبه قبلتنا. مثل اخوه يوسف ومثل يعقوب النبي. يوسف كان قبلتهم. وسجودهم كان لله سبحانه وتعالى. سجدوا لله والقبله يوسف. وحتى اذا سجدوا ليوسف اذا كان بامر الله سبحانه وتعالى ما في مشكله. هذه احجار لا تضر ولا تنفع لكن الله سبحانه وتعالى قدسها. انما امر الناس ان ياتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها. ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم لنا. وهو قول الله سبحانه وتعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول: اني لغفار لمن؟ لمن تاب عن شركه عن ذنوبه. وامن بالله وما امر الله سبحانه وتعالى بالايمان به. وعمل صالحا. صلى، صام، حج، ثم اهتدى، شلون ثم اهتدى؟ إذا هو تاب وآمن وعمل عمل صالحاً، وهذا قد اهتدى، ليش الله سبحانه وتعالى يقول ثم اهتدى؟ هاي هداية أخرى. ثم أومع بيده إلى صدره، قال: إلى ولايتنا، ثم اهتدى إلى ولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بعد ذلك الإمام أراه في المسجد الحرام حلق أو حلق يعني حلقات. حلق جمع حلقة، حلقات واحد صوفي قاعد، واحد مفتي قاعد. الناس يحتاجون إلى مسائل شرعية يراجعون إلى هذا المفتي، يحتاجون إلى معنويات يراجعون هذا الصوفي. الإمام قال: هؤلاء الصادون عن سبيل الله. المفتي إذا ما إلى صلاحية لا يحق له أن يفتي إذا واحد ما يعرف المعنويات ما إلى حق أن يعلم الناس المعنويات إذا هؤلاء كانوا جالسين في بيوتهم اللي يحتاج إلى جواب مسألة شرعية يجي يحقق يهدو إلى الإمام ولو في بيته واحد يحتاج إلى معنويات يحقق يهدو إلى الإمام ولو في بيته. يعني أفرض مثلاً في مدينة أكو طبيب واحد جالس في داره المريض يجي يحقق من بهذا هذا الشارع ماكو طبيب ذاك الشارع ماكو طبيب ذاك الشارع ماكو طبيب يسأل من هذا من ذاك يدله على بيت الطبيب الواقعي. لكن إذا كثر الأطباء المزيفون تشوف خمسين طبيب مزيف وطبيب صحيح وواقعي تشوف الناس يجون يشوفون اطباء مزيفين يراجعون الاطباء المزيفين اما جهلا اما عدم علم او اي سبب اخر. لو هؤلاء الصادون عن سبيل الله ما كانوا يفتون وهم ليست لهم صلاحيه الافتاء. ما كانوا ياتون ويعلمون الناس المعنويات الباطله وهم خالون من المعنويات. اللي يحتاج يدور يلقى الأئمة عليهم الصلاة والسلام إن هؤلاء الأخباث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس يعني دوروا من الجولان فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله لكان خيرا لهؤلاء أنت تدصد عن سبيل الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فالحاصل انه على الناس ان ياتوا بالعبادات بشروطها ومن شروطها ولايه الائمه ومحبتهم ونصرتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناصرين الموالين لهم، هذا وآخر دعوانا، أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.